الأب عبد الرزاق عبد ربه. كنت بشتغل في مصنع قطاع خاص، كنا بنعمل علب الكهرباء اللي هي الأوتوماتيك دي بتاعت العداد، وحصلت لي إصابة العمل دي، والمكبس نزل عليها مكبس 55 تم بتاعت مكبس الفريم بتاع العلبة اللي هي بتتحط في القطة دي بتاعت العداد، حرف الابيض اللي من بره ده بيتكبس على مكابس سنتريك. ما كانش متأمن عليك في الشغل؟ كان متأمن عليا سنتين. وهو اشترى 3 سنين بقى. الكلام ده بقى له قد ايه يا حاج؟ بقى له حوالي 23 سنة. 23 سنة؟ الشركة المصرية للصناعات الكهربائية. تمام. وكانت قبل كده اسمها مؤسسة جمال الصناعية. فطبعا لما ايدي دي اتقطعت بعد منها برضو بطني اتفتحت. حصل لي يعني انت كنت فضلت في الشغل برضه، وبعد كده حصل لك اصابه للبطن، وبعد كده فتحوا لي فتحت بطني اتفتحت عمليه استكشاف. طبعا بتتفتح من الاول للاخر، فقالوا لي انت مش هتقدر عندنا على العمل، فمش فجريت عشان المعاش. طيب ماشي. قالوا لي انت مالكش معاش. بدري مالكش معاش؟ قطاع خاص. ماشي. قطاع خاص. عندك اولاد؟ عندي واحده سنه اولى اعدادي. واشتغلت بعديها ايه بتاع ال اشتغلت بعديها بقى تباع. اشتغلت بعديها في الحارون. اتمرمطت شويه وبعدين بقى ما تعبت خالص بقى، بقيت على العمل، عملت الصندوق دون وربنا بيرزقنا. بقى لك قد ايه بقى؟ بقى لك قد ايه شغال في الاحذيه؟ بقالي بتاع 22 سنه قاعد في المكان ده هنا في نفس المكان. نفس المكان بتاعي ده، اول ما عملت الصندوق بتاعت هنا بصراحه. ده مصدر ان شاء الله يتنين. يعني هو مو شغل 10 لا يعني احنا حتى ممكن بعد الثوره الحاله ما بقتش يعني كانت الاول في ناس بتعطف ان شاء الله. واحد زعلت مع الديه بتدفنك على الشرنيه بتاع دلوقتي من الناس ما فيش مش ضامنه الحياه وعمل برده مش قلت جريت عشان اعمل معاش ما عرفتش قالوا لي مالكش معاش. يعني ده مصدر رزقك الوحيد؟ اه